ولتسليط الضوء أكثر على فساد قطاع الطيران في العراق والذي كشفه طيارو العراق بإزاحة النقاب عن عقود مع شركة سيركو البريطانية، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم. يعني عندما نقرأ هذه الأرقام الكبيرة، 57 مليون دولار هو قيمة العقد المبرم مع شركة سيركو في عام 2011 لمدة عامين، تبدو هذه الأرقام وهذه العقود يعني تطرح العديد من الأسئلة، وكيف يمكن أن نتكلم عن هذا النوع من العقود؟ في الواقع أغلب العقود اللي تبرم مع الشركات الخارجية في مختلف المجالات، ليس فقط في مجال الملاحة الجوية وشركة سيركو، هي عقود مبالغ بها يعني بكمية الأموال اللي تصرف عليها. هذا لا تجعل حالة التوغل المافيات الفساد واستحصال الرسوم والكومسيون وكذا منها للشركات، وبالتالي رفع قيمة العقد إلى مستويات أعلى من القيمة الحقيقية والمطلوبة لإنجازها. بالإضافة إلى ذلك، نظام المناقصات يتم بطرق سرية، وهذه الطرق السرية يتم من خلالها اختيار الشركة المطلوبة بطرق ملتفة عن طريق هؤلاء الأشخاص المتنفذين في جميع دوائر الدولة، وليس فقط في يعني الخطوط الجوية العراقية أو في وزارة النقل. هي واحدة من مجموع ما يجري في العراق من فساد، وما يجري بهذه الطريقة من خلال العقود والمناقصات. نعم، لكن المشكلة أنه تجدد هذه العقود والشركة لم تنجز يعني ما جاء في بنود الاتفاق من مهام متعلقة وواجبات متعلقة بها. نعم، هي الشركات هذه طالما أنه تم اختيارها بطرق ملتوية وهنالك أشخاص أو جهات متنفذة تعمل على دوام استمرارية هذا الضخ المالي حساباتهم خارج العراق، وبالتالي هو باب مفتوح للفساد. لا يمكن أنه يجي شخص أو جهة معينة أنه تحاول أنه تحاسب هذه الشركة أو تبحث خلفها عن تنفيذ الشروط وتنفيذ بنود الاتفاقية. هي بالأساس غير معلنة، في كل شيء غير معلن. المناقصات السرية تجري في غرف مغلقة ويتم الاتفاق عليها بأرقام خيالية تستنزف موارد الدولة. في نقطة يعني قريبة من هذا الموضوع، إذا كانت الشركة لم تنجز تدريب 200 ملاح بحسب العقد، فلماذا يتم تجديد العقد لعشر سنوات بعد انتهاء المدة وبتضاعف للمبالغ؟ نحن نتكلم عن 250 مليون دولار، من يقف وراء هذا العقد، وراء تجديد هذا العقد؟ شوف أخي الكريم، في كل فترة يتم فيها تشكيل حكومة، يتم هنالك عمل محاصصة. هذا نظام المحاصصة اللي مستمرين عليه من بداية الاحتلال ولحد الآن. المحاصصة هي من تجلب رؤوس الفساد الكبرى إلى الوزارات، وبالتالي تكون هي المسؤولة عن كل ما يجري من فساد داخل الوزارات وداخل دوائر الدولة. بالتالي الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية قدمت اعتراض أكثر من مرة مثل ما ذكرتم في تقريركم، والموظفين تعهدوا بتوفير مبالغ تصل إلى 25 مليون دولار سنويا، وتعهدوا بإدارة الملاحة الجوية بدون الحاجة إلى أصلاً إلى شركة أجنبية. إصرار الجهات المتنفذة في الدولة على وجود هذه الشركات هو مجرد لإدامة الزخم المالي لحساباتهم واستنزاف لموارد الدولة إلى حساب هاي المافيات اللي قاعد تعمل على يعني نخر مؤسسات الدولة بالفساد وإفراغ الميزانية، ميزانية البلد في كل عام. وعلى ذكر الفساد، يعني منظمة الشفافية الدولية تقول أن العراق من بين أكثر دول العالم فسادا في السنوات الأخيرة. نعم، بالتأكيد هذه مؤشرات واضحة وفي كل المجالات وليس فقط موضوع الخطوط الجوية. موضوع فتح ملفات الفساد من خلال الشركات نفسها ومن خلال الموظفين يتم السكوت عنه بطريقة يعني غريبة صراحة، وبالتالي الفساد مستشري. ليش؟ لأنه أساساً
الجهات هذه هي متنفذة في الدولة، يعني هي أعلى سلطة في الدولة، ممكن أن تقول أعلى سلطة في الدولة. الآن الأحزاب متمسكة في مفاصل الدولة بالكامل، وبالتالي بالتأكيد إذا كان قمة الهرم متهم بالفساد فكيف بالقاعدة؟ يعني هذا أمر بديهي أنه يصل العراق إلى ما وصل إليه من مستويات عالية بمؤشرات الفساد. نعم، أشكرك الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.